ليا محطتنا التالية بتهم كتير من الأشخاص، ومثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء في ناس صارت عم تسحب قرض لتهتم بهذا الموضوع. ابتسامة هوليود صار يمكن شغف عند كتير من الأشخاص، صفة الأسنان المرتبة والبياض، الناس صايعة مثل ما قلنا ليا كتار صاروا شغوفين بهذا الموضوع. بس هل هي يمكن صح؟ بتلائم، او هي صح لكل الاسنان، او هي بتناسب كل الناس؟ واكيد الشغله مو معنا موضه، بس هي شغله علاجيه المفروض تكون. مواضيع كثيره رح نستفسر عنها ورح نفهمها اكثر مع الدكتور محمد سائد فتح الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك، فيكم. الحمد لله على السلامه يا الله دكتور، يسلمك، الله يخليك يا رب. سعد اهلا وسهلا صباحك، فيكم، شرفتونا والله. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. يعني ابتسامة هوليود الكل صار بيعرفها، ايه طبعا. خلينا نحكي اليوم ايمت بتكون هي حاجة وايمت بتكون لا ضرورة، مو ضرورة، فينا نقول حالة تجميلية. هلا هي ابتسامة هوليود صارت هاجز كثير كبير عند كثير عالم، وكثير صار في اهتمام كثير كبير لانه تطور التواصل الاجتماعي وكذا، فصارت العالم تشوف كثير شغلات. بس هي طبعا ما بتتناسب لكل العالم، في عالم كثير اسنانها حلوه، في عالم كثير اسنانها حلوه واسنانها سليمه. حرام انا اجي مثلا احضر لها الاسنان او اركب لها تركيبات وانزع لها اسنانها مثل ما اقول. اوكي، هلا هي لها استطبابات معينه. هي اول شيء هي عباره عن قشور خزفيه، اوكي، بنركبها على الاسنان العلويه والاسنان السفليه مشان تعطيني تناسق، بتعطيني ابتسامه كثير حلوه، تعطيني بياض ما بتغير. اوكي، بس في عنا عدة استطبابات لها. هي مثلا ممكن تكون مثلا عنا فراغات بين الأسنان بسيطة، مثلا المريض ما أنه حابب يلجأ للمعالجة التقويمية، مثلا ممكن نحن نعمل له هذا التصميم ونسوي له هاي الابتسامة. بعض المرضى مثلا عندهم كثير تصبغات بالأسنان، بيعملوا كل الوسائل لحتى مثلا يعملوا تبييض يبيضوا أسنانهم، كمان ما بيقدروا، فنحن ممكن نلجأ لموضوع ابتسامة هوليود. ممكن ما يكون عندنا تناسق بالاحجام مثلا، نعدل اياهم بهذا الموضوع. تمام. بس انه لكل الاسنان لا، هي لها استطبابات معينه لازم نحن نلتزم فيها. تمام. اوكي دكتور، يعني كثير بنسمع فينير، لومينير، عدسات، اشكال والوان كل شوي تقنيه بتنزل جديده، موضه جديده. صح. موضه بنخليها نسميها موضه، لانه ايه. ما معقول كيف بتنطش بين الناس، ايه خاصه طبعاً. على السوشيال ميديا انه انا عملت اسناني وما ايه. بعرف شو. خلينا نعرف هنين كلهم نفس المواد او شو فرق بين لا طبعا. هلا في احنا عده انواع. اوكي، هلا هي حسب حاله كل مريض. اوكي، هلا مثلا اذا بدنا نحكي على اللومينير، هو اللومينير احنا ما بنحضر من الاسنان. اوكي، فبتكون الاسنان دغري بنركب عليها، بناخذ يعني ما في طبعات، برد. ما في برد لا. اوكي، فبنركبها. اوكي، يعني هي هي هذا هو موضوع اللومينير. هلا الفينير لا، احنا مضطرين احنا ناخذ سماكه من السن مشان نبرد. نعطي شكل احلى. ايوه، نبرد شوي من الاسنان مشان نعطي شكل احلى، مشان نعطي صفه احلى. اوكي، وحسب حاله المريض، يعني مثلا المريض عنده فراغات انا ما فيني ما احضر له. اوكي، لازم انا احضر له لحتى سكر الفراغات واعطيه النتيجه المثاليه. اوكي، وفي عنا الشيء الثاني هو اللي عباره عن التاج. اوكي، اللي هو بتلبس كل السن، بس كمان هذا كمان له استطبابات. يعني ما بصير مثلا انا عندي سن مثلا عنده تسوس، عنده حشوه كثير كبيره، مثلا سوي له فينير، لانه بعد فتره راح يوقع منه مثلا او ينكسر او كذا، فلازم انا اعمل له كرم. فهذا هو الفرق. فاللومينير نحن ما بنحضر، الفينير بنبرد. اوكي، الكراون فلازم نحن نغلفه كله لسه. هلا نحن صرنا نشوفهم مو درجة من شي خمس ايه. سنين، هلا بلشوا يهرهروا الفينيرات طبعا. عند العالم، هلا في عالم يعني انه كيف صار في عالم الناس تحمل لاصق معها لا. اذا طبعا هرسن فرن واذا سافر الطبيب يعطيهم اللاصق ويخليهم معكم. هي حتى صارت مثل الموبايل، يعني صارت في بعض العالم كثر ما انا هاجس انه كل سنه سنتين بده يروح يغير ابتسامته مشان يركب ابتسامه جديده وكذا. فلا، هي ما انا هذا الموضوع، هي موضوع انه علاجي اكثر ما تكون انه هي تتوجه لها باتجاه الموضه وتصير انه موضه وتصير تقليد وتصير هاي الشغلات. اليوم برايك دكتور قديش الوجوه الاعلاميه، الفنانين، الممثلين كان لهم الدور السلبي يمكن بترويج هي الابتسامه؟ يعني هي كيف الناس صارت تعرف فجاه، صرنا نعرف شيء اسمه ابتسامه هوليود، يعني هي حرفيا موضه يمكن. ايه هلا هي طبعا، هلا هي اللي بلش فيها صح مزبوط الفنانين كذا، بس هي مو انه موضوع انه عطوا الصوره السلبيه. هلا هن عطوا الشغله السلبيه بانه الشيء المصطنع، لانه اي يعني اوفر بياض. يعني ايه طبعا، هلا هي السمايل ما لازم تكون، يعني ما في الوان بشريه، هي هاي هذا الالوان البياض. ايه ما يعني بتلاقي حدا مثلا في عنده هذا البياض، ما في،
فهي الاحلى انه تكون ابتسامه طبيعيه. اوكي بس هن الفنانين في مشوا فيها لانه بتعرفي تصوير ومسلسلات وكذا ولازم تكون باحلى منظر يعني. فلهيك انه اكثر شيء هن اللي مشوا فيها يعني. تمام حكينا كثير عن ايجابيات يمكن الهوليوود سمايل، خلينا نحكي في سلبيات كثيره ممكن تتضرر اللسه او ممكن السن ينأذى او يمكن يصير مضاعفات ما هي تقبلها اي طبعا. هلا هي بتعتمد على مراحل العمل يعني، اذا ما كانت مدروسه كثير منيح حتى بعد فتره طبعا ممكن تسويها. على اول شيء مراحل العمل، اذا ما كانت مثلا بكل مرحله انت عم درستيها صح وكذا فممكن تسوي لنا التهابات لسه. ثاني شغله، في كثير مرضى بيفكروا انه هو يركب الابتسامه خلاص ما راح يفرش اسنانه اوكي او انه هذا ضل بيشرب قهوه ايه بياخذ راحته وكذا. لا هي بالعكس، هي تركيب الابتسامه انه انت بدك تزيدي اكثر اهتمام يعني طبعا بدها تصير عنايه اكثر، بدها تصير زيارتك للطبيب اكثر لحتى تدوم هاي الابتسامه. اوكي والسلبيه الثانيه طبعا هي التكلفه العاليه يعني، التكلفه صحيح. ما انا هي رخيصه ابدا يعني. اوكي وثالث شغله هي السلبيه الاهم، انه انا وقت عم بشتغل ابتسامه هود انا عم باذي الاسنان يعني، انا عم باخذ طبقه من السن اوكي لحتى اعطي هذا الشكل واعطي هذا الجمال. حساسيه بتصير زياده كمان؟ لا حساسيه لا، هي ما يعني بس اول فتره بس اوكي أول فترة. بس انه انا عم باخذ من السن اوكي يعني، فانا عم ببرد من السن، عم بخسر نسج سنيه مشان انا اسوي هذا الفينير وهذا هاي الابتسامه. دكتور خلينا نحكي اليوم عن دوركم كاطباء، لما يجي عندك اي شخص بيقول لك بدي هاي الابتسامه بتقعد بتنصحه انه لا وقف شوي يعني؟ خلينا نحكي كمان عن موضوع المده الزمنيه، لما نروح لعند طبيب الاسنان بيقول لي مثلا في عندي هو الشيء عم يكون طبي ولكن كمان داخل له موضوع تجاري، انه بدي ركب لك مثلا سن او بدي اعمل لك هاي المواد بتدوم معك هاي الفتره الزمنيه، اذا بدنا نحكي عن هاي التقنيه او ابتسامه هوليوود هي لمدى العمر يعني ولا لا بعد فتره بدها تجديد بدها تبديل؟ ما في شيء لمدى العمر. اوكي هلا هي موضوع الابتسامه هي بتمرق بعده مراحل. هي اول مرحله انه انت لازم تعدي مع المريض اول شيء هذا الفحص الشامل للمريض. بعض الاحيان بتكون ابتسامته الطبيعيه اسنانه احلى بكثير ما انت تعطيها. تمام اوكي فاسنانه سليمه ونظيفه ومعتني فيها وكذا، فحرام انا افوته بهي التجربه. في الاستطبابات اللي قلناها قلت لك لازم نحن نعطيه هذا الخيار. اوكي ثاني شغله انه احنا لازم نفهم شو توقعات المريض يعني، شو انه حابب انه اسنانه تطلع وكذا. فممكن انت تعملي تعديل بسيط على اسنانه بدون ما تعرضيه لهذا الشغل الكبير وتعطيه النتيجه اللي هو بده اياها. اوكي على المرحله الثانيه بالعمل انه انت لازم تعملي تحضير وتعملي تكون طبعاتك كثير دقيقه مشان المختبر وقت يشتغل اوكي يعطيكي انطباق بين الفينير اللي عم يجي واللسه. اوكي لانه اذا ما صار في انطباق راح يصير بعد فتره عندك التهابات، راح يصير عندك رائحه كريهه، راح يصير عندك نزف باللسه. اوكي فلازم الانطباق يكون كثير مهم. اوكي والثانيه كمان المريض لازم يكون عنده عنايه كثير كبيره، لازم يزور الطبيب بكل فتره لانه مشان اذا صار عندنا اي طارئ اي نخر اي تسوس كذا نحن نلحق نسويه بالمراحل الاولى احسن ما يتطور وينزعله كل هذا الشيء. تمام دكتور سائد، يعني كثير من الاشخاص مثل ما قلنا بيلجؤوا للفينير كيمكن تقليد او موضه او هيك يعني، وحكينا شوي عن اضرارها ولكن في اضرار للسه تحديدا يعني يمكن لسه دائما بتكون اكثر حساسيه، ممكن المواد ما تناسب لسه محددة. مو موضوع تناسب بس ممكن ما يكون في تمادي بين الفينير واللسه، فكل ما عم ياكل اوكي تنظيف شوي خفيف فعم يجمع اكل بهاي اللسه، فعم تعمل له التهاب باللسه، عم تعمل له نزف، عم تعمل له مثلا مشاكل اكبر بعد فتره مثلا تنتقل لرباط يعني السن. يعني هي اكثر شيء منتشر هلا الالتهابات اللسه من ورا الرائحه الكريهه. اوكي هذا كثير منتشر، حتى مثلا ببعض الحالات اللي ما انا مدروسه كثير منيح بتلاقي اللسه مبلشه تتضخم اوكي يعني في ورم بقلب اللسه، فهذا منظر ما يعني وين كنت وين كان. اسناني الطبيعيه احلى بكثير اوكي بين ما احط شيء صناعي ويصير عندي هاي المشاكل كلها، فما اخذت الفائده انا. اوكي هذا بتشجع استخدام هاي التقنيات حسب الاستطبابات اوكي، وما بشجع على هذا اللون الاوفر بياض الاوفر اي لانه ما عندنا لون بشري يعني، هو هذا اللون موضه اوكي فهو بعد فتره رح يلتغى هذا اللون فبيضطروا يبدلوا
لابتسامي برجي. لا يمكن عم راقب بس يكون بس زور دكتور اسنان او حتى يجوا لعنا دكاتره اسنان ما حدا عامل ابتسامه هول يوم ملاحظه ما حدا فيكم عامله. نحن بنخاف من دكتور اسنان كمان عم يكون هذا الرعب. طبعا طيب خلينا نحكي كمان عن موضوع كثير مهم هو العمر المناسب لهي الابتسامه. كمان مثل ما قلنا صارت موضه يعني ممكن يجيك عمره 16 يمكن ساتو الاسنان اللبنيه موجوده عنده. ونحكي عن اشكال الوجوه يعني كل اشكال الوجوه بتناسب هي الابتسامه. هلا هي بالاعمار الصغيره نحن ما بصير نسوي هي الابتسامه لانه ليش بيكون اللب عند الاطفال كثير متوسع. اوكي فانت وقت عم تسوي له هي الابتسامه فهو حكما بعد فتره راح يتاذى العصب راح يضطر يفوت يعمل معالجة لبية ويعمل كذا فبتفوتين انت بدوامة كتير كبيرة. فلا لا الأعمار صغيرة لا يعني ما حلو يعني لحتى نعمل له ابتسامة. هلا موضوع العمر هو بأي عمر فيك تسويه بس هو بيعتمد على السن نفسه. يعني السن ما لازم يكون عندنا في تراجع لسوي، ما بصير عندنا يكون في نخور، ما يكون في حركة كذا، هذا هو الموضوع. وهلا في موضوع تاني هو ابتسامة الود للكبار اللي ما عندهم أسنان. اوكي فنحن هلا انتقلنا صرنا نعمل لهم زراعه. اوكي حلو. ونسوي لهم ابتسامه لكن فانه هو ما عنده اسنان يعني ضروره طبيه تجميليه صارت. ضروره طبيه تجميليه مشان هو يعيش حياته مشان ياكل مشان يقابل العالم كذا. فهو ما في عمر محدد بقدر ما انه نحن بنعتمد على السن. اوكي هلا الاسنان مثلا سليمه ما فيها امراض ما فيها تراجع ما فيها حركه ففينا نسوي ضمن الاستطبابات اللي حكيناها. نعم تماما. دكتور خلينا هيك نبتعد شوي عن القصص التجميليه ونحكي كيف فينا نحن نحافظ على اسناننا ونجملهم اسناننا الطبيعيين اسناننا الاوايا بدون اي نوع من التجميل نحافظ عليهم. يمكن ناس بيقولوا لك خيط ناس بيقولوا لك لازم انه بالخيط لازم تفرشي في ناس على مدى الدقيقه بتفرشي وفي ناس ما بتفرشي فخلينا نحكي عن هدول النقاط. يا سلام عليك. هلا هو في عالم بتفرشي يمكن شيء 6 مرات باليوم وعندها هي مشاكل. هلا اهم شيء للعنايه بالاسنان هي اول شيء زياره الطبيب كل 6 اشهر لانه اي طارئ راح يصير بالاسنان هو يحتاج هاي الفتره لحتى يصير مثلا نخر يصير اي مشاكل ممكن الطبيب هو يكشفها ويعالج اياها باسرع بوقت قريب يعني باقرب وقت. هلا شغله ثانيه هي طريقه التفريش هي اهم شغله. اوكي يعني احنا في كثير عالم مننا بتفوت على الحمام كذا 30 ثانيه هل شو استفدت ما استفدت. اوكي ظاهريا يمكن بدها طريقه تحريكه الفرشاه. طبعا طريقه التفريش هي الاهم. طب خلينا نبلش باختيار نوع الفرشايه. اوكي على الفرشايه هي الميديوم الوسط هي اهم شغله. اوكي لانه الناعمه كثير هي بس مستخدمه وقت الحالات مثلا عندنا مشاكل لثويه مثلا بعد الجراحات اللثويه. الخشنة بتأذي اللثة فأنت وقت عم تستخدمي بشكل قوي أوكي فأنت عم تأذي اللثة هو نسيج هش فعم يصير عندك تراجع. فنحن بنخلينا بالوسط. أوكي بس مثل ما قلت لك يعني هي لازم أقل شيء نحن نفرشي 2 مرات باليوم. أوكي أقل شيء 3 دقائق نكون عم نفرشي أسنان 3 دقائق أي يعني مو 30 ثانية طلوع ونزول. أيوة فالفك العلوي بتكون الحركة من فوق لتحت. اوكي بالفك السفلي بتكون من تحت لفوق. اوكي ما انا هي ابدا انه نروح ونجي وكذا فبنكون ما عم نستفيد يعني يعني بتكون التفريش الاسنان احنا ما عم نعطيه حقه يعني. اوكي فهذا هي اهم الخيط على الخيط يوميا. اوكي لازم تستعمله فكره هي بس ما حدا بيستعمله يعني يومياً. ما كثير منتشر بين الناس يعني ما مع انه هو طبيا بينصحوا فيه جدا مهم اكثر شيء لانه انت وقت عم تفرشي اسنانك بين الاسنان ايه وقت عم تفرشي اسنانك انت الفرشايه ما عم تفوت بين صحيح. اسنانك اوكي ففي فضلات عم تضل بين الاسنان فنحن وقت بنستخدم الخيط فنحن عم نطلع كل شيء فضلات عم نحافظ انه ما يصير في عندنا نخر بين هدول الاسنان. فالخيط كثير مهم وحتى المضامد كمان كثير مهمه. أوكي. حتى يمكن الواحد لما يحس في شويه حموضه بيتمه لازم يمضمض بمي وبملح يعني مو شرط بس معجون اسنان حتى طبعاً معجون اسنان نسمع بيكون له مضار يمكن سلبيه كمان كيف نختار معجون اسنان الصح. هلا معجون اسنان حسب كل حاله يعني هلا حسب استشاره الطبيب. في شيء صناعي بيكون احيانا بيضر طبعا لكن في شيء مخرج يعني انت مثلا بتفرشي انه مثلا بتعملي بخرج لك اسنانك بيسوي لك حساسيه كذا فاختيار المعجون حيكون حسب كل حاله. مثلا يعني في بعض العالم مثلا عنده معدل حالة طبيعية عنده معدل ينصح انه ما يكون في شو
البروتكشن هلا هو لازم يكون في بقلبه فلورايد ولازم يكون يعني هو للحمايه لحمايه الاسنان من النخر كذا. قبل ما نختم لانه صار الموجز هلا انا نسبتهم 1 بالألف بالمليون اوكي، هي نسبه الفلورايد للاسنان البالغه اوكي، الصغيره بتكون اقل. طيب فهذا هو اهم شيء للعنايه بالاسنان. تمام دكتور، كثير شكرا لك، مرق الوقت بسرعه لانه استفدنا من كل معلومه قدمت لنا اياها. دكتور محمد سائد فتح الله، اهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا رب، اهلا وسهلا فيكم، انبسطنا اليوم بصباحنا. اكيد الله يخليك يا رب. شكرا كثير لك دكتور. الله يخليك، شكرا.